بعد أن بينا القسم الأول من البرامج الفرعية وهي البرامج الفرعية الداخلية، لابد من توضيح القسم الثاني منها ألا وهي البرامج الفرعية الخارجية. هذه البرامج عبارة عن برامج فرعية تؤدي غرض معين ومحدد، توضع في ملف منفصل عن البرنامج الرئيسي أو بعده عبارة AND. تكون برامج فرعية لتعطي إمكانية الوصول إليها من برامج مختلفة. البرامج الفرعية الخارجية تقسم إلى قسمين هي نفس أقسام البرامج الفرعية الداخلية ألا وهي الدوال والبرامج الروتينية. لكل من الدوال والبرامج الروتينية شكل عام. بالنسبة للدالة function name argument list executable statement contains internal subprograms and. الدالة مثل الدالة الداخلية تبدأ بكلمة function بعدين اسم الدالة، بعد ذلك يذكر أسماء المتغيرات التي تعتمد عليها الدالة، ثم الجمل التنفيذية. إذا كانت هذه الدالة الخارجية تحتوي على دالة داخلية أو روتين داخلي، فيجب وضع كلمة contains ثم يوضع البرنامج الداخلي بأكمله، يعني البرنامج الفرع الداخلي يوضع بأكمله داخل الدالة الخارجية، ثم ننهي الدالة بكلمة AND. أما بالنسبة للروتين الفرعي الخارجي subroutine name argument list executable statement contains internal subprograms AND، أي توضع كلمة subroutine مثل البرنامج الفرع الداخلي ثم اسم السبروتين، قائمة المتغيرات، المدخلات والمخرجات أي المعطيات والنتائج، ثم العبارات التنفيذية. ثم إذا وجد برنامج فرعي داخلي داخل برنامج فرعي خارجي داخل هذا الروتين الخارجي، توضع كلمة contains ثم البرنامج الفرعي بأكمله سواء كان هذا البرنامج الفرعي روتين أو دالة داخلية. بعد إكمال البرنامج الفرعي الداخلي ننهي السبروتين بكلمة AND. بالنسبة للدالة والروتين الخارجي، إذا لم يكونا محتويين على برنامج فرعي داخلي فلا توضع عبارة contains. هنالك بعض الفروقات بين البرامج الفرعية الداخلية والبرامج الفرعية الخارجية. أولا، يمكن للبرامج الخارجية أن تحوي برامج داخلية، بينما لا تحوي البرامج الداخلية برامج فرعية داخلية أخرى كما وضحنا سابقا، حيث لاحظنا بالشكل العام للبرامج الفرعية الخارجية أنها ممكن أن تحتوي على برامج فرعية داخلية، بينما الداخلية لا تحتوي على برامج فرعية داخلية أخرى. في عبارة AND الخاصة بالبرنامج الخارجي تكون كلمتي subroutine و function اختيارية، أي ممكن أن نضع هنا بالسبروتين أو الدالة AND سبروتين أو AND function بالنسبة للدالة، ولكن تكون اختيارية بينما يكون وجودها إلزامي في البرنامج الداخلي وخاصة الدالة. الدالة يجب أن تنتهي بـ AND function وبعدين نذكر اسم الدالة. ثلاثة، البرامج الخارجية تترجم مرة واحدة بينما البرامج الداخلية تترجم كل مرة يترجم بها البرنامج الرئيسي، فتوفر كثير من الوقت. بالنسبة للفرق الرابع، البرامج الخارجية تكتب في ملف منفصل عن البرنامج الرئيسي أو بعد عبارة AND، بينما البرامج الداخلية تكون محتوات في البرنامج الرئيسي بعد كلمة contains. هذا لاحظناه أنه بالبرامج الفرعية الداخلية توضع بأكملها بعد عبارة contains وقبل عبارة AND الخاصة بالبرنامج الرئيسي، لكن البرامج الخارجية تكتب بعد عبارة AND، أي بعد اكتمال البرنامج الرئيسي، أو ممكن وضعها في ملف منفصل. مثال، اكتب برنامج يقرأ أي وبي ثم يقوم وباستخدام برنامج فرعي خارجي باستبدال قيمة أي مع بي وبالعكس، ثم يطبع الحالة الجديدة لكل من A و B. نلاحظ هذا المثال نفس المثال السابق، لكن المطلوب به استخدام برنامج فرعي خارجي.
بهذا المثال تكتب نفس الخطوات السابقة. Program SB مثلا نفس اسم البرنامج، يقرأ المتغيرين A و B. Call Sub SAB اسم السبروتين عندنا SAB، ويتم استدعائه بواسطة العبارة call، ثم توضع المتغيرات بين قوسين. البرنامج مباشرة بعد هذه الخطوة راح يذهب إلى السبروتين اللي يحمل نفس الاسم. هذا السبروتين مكتوب على شكل برنامج فرعي خارجي، فسبروتين SAB XY، وذكرنا سابقا أنها تمثل المتغيرات الموجودة بالبرنامج الرئيسي. هذه المتغيرات وهمية أو صورية، يتم الاستبدال وينهي السبروتين فيعيد القيم مالت A و B ويطبعها وينهي البرنامج. نلاحظ بالبرنامج الفرعي الخارجي أنه مكتوب خارج البرنامج الرئيسي، يعني ما موجود ضمن محتوياته. بعد عبارة AND أيضا يمكن كتابته في ملف منفصل. أيضا نلاحظ عدم وجود عبارة contains داخل البرنامج الرئيسي، وذلك لأن البرنامج الرئيسي لا يحتوي على برنامج فرعي. عبارة contains تستخدم داخل البرنامج الرئيسي أو داخل البرنامج الفرعي الخارجي في حالة احتوائهما على برنامج فرعي داخلي. هناك ملاحظة مهمة تخص البرنامج الفرعي الخارجي، وهي عندما يكتب البرنامج الرئيسي في ملف والبرنامج الفرعي في ملف منفصل، يعني كلا البرنامج والبرنامج الفرعي أحدهما في ملف والآخر في ملف آخر، فيجب أن يكون امتدادهما .f90، يعني من تكتب اسم البرنامج لازم ويا الاسم .f90، وكذلك الملف الخارجي، ملف الخاص بالبرنامج الفرعي الخارجي لازم امتداد الاسم يكون .f90. كذلك يجب في البداية تفعيل البرنامج الرئيسي ثم تفعيل الروتين الخارجي. بالنقطة الثالثة أو المرحلة الثالثة يتم تنفيذ البرنامج الرئيسي.